مرحبا يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير مربى التفاح. عنا 1.5 كيلو تفاح، 450 جرام سكر، عصير نص حامضة، ولتر مي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط الحامض فوق المي، بحركن شي خفيف. هول المي والحامض بدي استعملهم بس قشر التفاح بحط عشان ما يدبغ لون التفاح. منبلش بالتقشير. بسم الله. منقطع التفاحة. قطع التفاح بهيدا الحجم، كفي تقشير التفاح والتقطيع. بنرجع منشوفكن. هول التفاحات بعد ما قطعتن بهيدا الشكل، هلا بحطن بالمصفاية بصفيهن. بسم الله. بحاول صفيهم منيح من المي. هلا برجع بحطهم بالجات. كمان كل كيلو تفاح بحط له 300 جرام سكر، يعني عندي 1.5 كيلو تفاح رح حط 450 جرام سكر. بسم الله. بحط السكر. خلطهم منيح. شفتوا لونهم شو ضل حلو، ما تغير اللون ابدا. بعد ما خلطتهم منيح هلا بغطيهم وبحطهم بالبراد. بحطهم بالبراد ليله كامله، بكرة بعملهم أنا وياكم. مرحبا. هولي بعد ما نقعتهم ليلة كاملة بالبراد، هلا بدنا نكفي مع بعض المربى. بسم الله. بحطهم بالطنجرة. شفتوا شو طلع منه ماي؟ هلا بحطهم على الغاز ليغلوا. بس غلوا بهيدا الشكل، هلا بدنا نزيد عليهم 200 ملي مي. بسم الله. وراح احط فوقهم كمان ملعقة ونص طعام من عصير الحامض. بخلطهم وبتركهم يغلوا مع بعض، اكيد بخفف الغاز. بعد ما غلينا التفاح ساعة وثلاث، هلا بحط عود قرفة بقلبهم وبتركها تغلي 10 دقايق مع التفاح.
هول التفاحات بس غليتهم ساعة ونص. هلا طفي الغاز وبتركن ليبردوا تماما. هول مربى التفاح بعد ما بردوا صاروا بهيدا الشكل. بشيل من قلبهم القرفة اكيد. بحطهم بمرطبان. بسم الله. شفتوا لونهم شو حلو؟ هول مربى التفاح اللي عملتهم انا وياكم، عن جد كتير رائعين. كيلو نص عملوا هيدا المرتبان وهيدي الكاسة. بتمنى التعليق على الفيديو والاشتراك بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.